طنجة عيد ميلاد شيخ الطريقة الكركرية يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي. رافق احياء منتسبي الطريقة الكركرية خلال الاسبوع المصرم لحفل فني بمناسبة عيد ميلاد الشيخ محمد فوزي الكركري جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور توثق لمظاهر احتفال تتناقض وشعار الطريقة. وكشفت الطريقة عبر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الحفل الذي امتد ليومين شارك فيه عدد كبير من مريدي الزاوية بطنجة ومدن أخرى، حيث تخلل الحفل فقرات فنية وأخرى ترفيهية. وتعرف الطريقة الكركرية نفسها أنها طريقة تربوية تهدف إلى إيصال العباد إلى تحقيق مقام الإحسان حتى يتمكنوا من الجمع بين العبادة والشهود، لذلك تدعو أتباعها إلى الالتزام بالكتاب والسنة في كل أحوالها.